الى اول مره تشوف هذه القناه ما تنساش تشترك فيها وتفعل الجرس باش يبقى يوصلك ديما الجديد، وما تنساش تخلينا على هذا الفيديو شي كومونتير وشي جيم باش ديما نقدم لكم الاحسن. بسلامه. هاد المشاكل والمشاكل والمشاكل والعقبات في الحياه ولا 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 جواب بالجوابش. بعض المرات ان المشاكل تي الله تيدير لك واحد السبب انه بغى يشوفك في الجنه. والله والله ان الله عز وجل تيدير لنا واحد السبب باش انه بغى يشوفنا في الجنه تيعطينا الابتلاء. مثلا كاينين بزاف ديال الناس اللي تي ومنهم درت نعيشوها كاملين بزاف ديال الناس في هذا اللايف يكونوا عايشينها، ان المشكل ديال الاب مطلق مع الام ولا فوالا، الا صبرتي ربما هذا السبب انه يجعلك هذا السبب انه يجعلك تدخل الجنه به. والله لو انك تصبر وتقول الحمد لله على الفراق ديال السنين والالم ورغم كل شيء، الفراق ديال الاب واخا هكاك تحترمهم وتقدرهم. بعض المرات يكون الاب قاصح واخا هكاك تحطه فوق راس بعض المرات الام تكون قاصحه تحطها فوق الراس. والله ثم والله انه ممكن هذا السبب هو يجعلك من اهل الجنه. ممكن انك تكوني معمر درتي الخير في حياتك، ولكن ممكن سبب واحد يدخلك الجنه، سبب واحد. بزاف ديال الناس يقول لا والام ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، والجنه تحت اقدام الامهات وامك ثم امك ثم امك ثم ابوك. الله عز وجل ما جاش قال لك كان فراغ. الله عز وجل ذكرنا هادشي في القران او لو صنع للوالدين لانه عارف. الله اعلم مني ومنك، الله عالم مني ومنك بان غيجي واحد الوقت ديال الفتن اللي حنا تنعيشوه دابا. يوم تيصبح الابناء عارفين في كل شيء، يوم ما بقاش الكلمه ديال الاباء اللي ما بقاش ما بقيناش نسمعوا الهضره ديال والدينا. ربما ان الام قاسيه والاب قاسي، وربما انك غيديك ديال انك صابر واخا هكاك حاطهم فوق الراس، واخا هكاك تتعامل معهم زوينين، واخا الالم واخا الحزن واخا داكشي اللي داروا معك تتعامل زوين، فالله لن يضيع اجرك. والله عرفتي شنو بقى تقول؟ اللهم اني اشهدك واشهد ملائكتك اني إلا تكلمت مع والدي أو لا احترمتهم ولا فوالا رغم الضيق رغم الألم فإن لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. لوجهك يا أرحم الراحمين لأنك وصيتني عليها. أشهدك يا الله وأشهد ملائكتك بأنني رغم الألم أن تتحدث حيت حبا لك يا الله. اسمع، والله أن الله عز وجل أرحم من الأم على ابنها. ارحم، الله ارحم من شي امك. والله الا ربي يرحم من امك عليك. امك غير ضرك الراس غادي تتالم معك، فالله ارحم من امك. الله شوف مهما قلت مهما عبرت فالرحمه ديال الله عز وجل واسعه. واحد القصه كنت ذكرتها الاخوان الاصدقاء ديالي بطبيعه الحال تحيه لهم ديال العقول الراقيه، كنت ذكرتها وما فيها باس اني نعاود نذكرها لكم باش تشوفوا العظمه والرحمه ديال الخالق سبحانه وتعالى. سبحان الله. كان هذا واحد جاء جبريل عند رسول عليه الصلاه والسلام ويقول له شتي ذاك الرجل؟ ذلك الرجل لم يتصدق يوما، ما عمرو دار شي خير في حياته. ذاك الرجل ما عمرو دار شي خير في حياته، حاولوا معاه باش انه يدير الخير والو، هو مسلم ولكن عمرو كان باغي الخير ما والو ما تيديرش الخير نهائيا. يشوفك تتقطع قدامه داخل سوق راسه، ما ماشي سوقي فيك موت ولا حياه ولا سوقك هذاك، ما نديرش الخير. ذاك الشخص عارف راسه بانه غيمشي لجهنم بانه دير واحد الخطا، وقبل ما يموت شنو قال؟ قال لولاده، اسمع، قال لولاده ني نموت حرقوني حتى أصبح رمضان. بالفعل نهار مات ولادو شدوه حرقوه حتى ولا رمضان، فقال لهم نصي رميو في البر والنص في البحر. النص ديال الرماد يترمى في البر
يعني في الأرض وفرقوه في قاع الأرض والنص دخلوا للبحر ورميوه. تتأسف عفاك ناس اللي تتصلوا بيا عفاكم راني دير لايف. مهم النص قال لك رميوه ليا في البحر ونص في البر، يعني راك عارفين الرمادي اللي رميناه غيتحلل في الجو ياك، غيتحلل ولا رميناه في البحر غيدوب ما غيبقاش يبان، غيدوب. فجاءت يوم القيامة شو قال؟ كلمتين الله عز وجل، يا بحر آتي ما عندك ويا بر آتي ما عندك، ويتجمع ذاك الراجل كلمتين. الله قادر، قادر أن نجمع عظامه، راتي الرماد حب ذرة 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 يجمعها الله عز وجل، ذرة عشيش نية الذرة أصغر من أصغر من حبة رمل، قادر أن يجمعك من الأول. فجاء بين أيدي الله عز وجل هذاك السيد، قال لي علاش بغيتي تهرب مني؟ واش صحابك ما غنجمعكش؟ قال لي حاشا ولله، حاشا ولله، قال لي فإني كنت أخافك، كنت نخاف من هذا اليوم أنني نقابل وجهك وما عندي باش نجاوبك. شوف ما عمرو دار شي حسنة، والخوف اللي خاف خلاه أن يخاف من الله عز وجل ويقول له يلا دخل الجنة، دخل وصل الله عز وجل للجنة. الله الرحمة ديالو واسعة، وتا واحد في هذه الدنيا كيف ما كان ما عنده الحق أن يقول لك دخل الجنة ولا جهنم، تا واحد في الدنيا، تا واحد في الدنيا ما عنده الحق أنه يجرمك أو لا يقول لك أنت داخل الجنة أو لا جهنم. الله الله رشحة من إمام ربما غادي يكون داخل الجهنم، ربما شحال من إمام اللي تدعوا علينا الفقه وتدعوا علينا تصليوا بالناس واغتصبوا بنات صغار دازوا معنا في اللايف ياك، عقلي على الحلقة ديال الفقي ديال الجامعة اللي اغتصب دري صغار، عقلي على الفقي الجامعة اللي اغتصب دري. راه الناس لا تقاسوا باللحية غير باش نكونوا واضحين، الله عز وجل هو اللي يعلم ما في الصدور، ما تحكمش على الناس هذا بلحيتو، ربما داك اللي بلحيتو ديال الزباين اللي ما دايرهاش هذاك، ولكن تعاملوا يعني بالاخلاق اوكي. راه البنادم ما نقيسوش باللحية حيت عنده اللحية، لا لا لا، بتعامل وبتصرفات وفي الطريقة توصل لك الإسلام. احنا سبحان الله انا اللي شفنا بزاف ديال الناس بزاف ديال الشباب هجروا الدين، عرفتوا علاش؟ واش عرفتوا شنو هو السبب الرئيسي؟ السبب الرئيسي ان اصحاب اللحية كرهوا الدراري كرهونا في الدين، يذكرون جهنم اكثر من الجنة، تذكروا لك جهنم 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 جهنم، تقول لي سيدي الجنة. الشباب ديال هذا الوقت راه عالم ديال التكنولوجيا، عالم تحبب انك تقنعوا الناس ديال اللي تيفتيو في الدين. انا كشاب انا نبغيك تقنعني ماشي تفرض عليا، بالعكس حببني قول لي فوالا الا صليتي شنو هو الاجر، الا صمتي فوالا، هضر معايا علميا ودينيا. الشباب دابا تيبغي يهضر معاهم علميا ودينيا، يعني فوالا تقنعوا ماشي تقول له الا ما صليتيش فانك كافر، لا، حببوا في الصلاه، حببوا في الاسلام، اذكر ليه الجنه كما تذكر ليه جهنم. حنا غير جهنم الا ما درتيش راك كافر، فكفرتم وحللتم اللي بغيتوا، لا لا، احسن شيء حتى الدين هرجه، حبب الناس في الدين ماشي فرض عليهم الدين، حبب حبوه. لهذا الله يهديهم، الله يهديهم يا رب، الله يهديهم علينا. واش نقول لكم؟ يا رب يا رب، اي واحد يسمع في هذا اللايف وكان عنده شي ضيق في الصدر او شي هم او حزن او الم، يا رب يا رب في هذه اللحظه هذه انك تفرج عن الهم، يا مفرج القلوب فرج همنا يا ارحم الراحمين. ويا رب يا رب اللي عنده خزائن الدنيا، قال لك شو اسمع اسمع اسمع، قال لك لو جاء أولكم وآخركم وماضيكم وحاضركم وغائبكم وإنسكم وجنكم وأعطيته ما يريد، إلى تجمعوا قاع اللي كانوا من آدم من آدم حتى اليوم تفلى القيامة، من إنسكم وجنكم وغائبكم وحض أي واحد، أي واحد خلق في هالدنيا، شوف اي واحد تخلق في هذه الدنيا من نهار بدات القيامه، من نهار بدات الحياه على الكره الارضيه حتى اليوم تفنى، اسمع ما نقص من عندي شيء
كإبرة غمست في بحر ما غينقش من خزائن الدنيا، لأن خزائن الدنيا لا تنفد وخزائن الإنسان لا تبقى ولا تدوم. والله خزائن ديال الإنسان واحد النهار غيخليها كيف ما جمع تمال قارون ولا ما نعرف شنو، واحد النهار غتخليها والله لا تنفد. لهذا دائما النهار نكونوا باغين الحاجة نطلبوا من الله، راه قال لك عطيتكم كأنني عطيت بحال رميتي إبرة في كومة قش، نعطيكم كاع داكشي اللي تمنيتوه، كاع داكشي اللي تمنيتوه كأنني رميته إبرة بحال شي إبرة رميتيها في بحر. سبحان الله. وحنا للأسف من الضعف ديالنا، من ضعف في الإيمان وضعف في اليقين بالله عز وجل سبحان الله، نطلب الإنسان. شحال من واحد فينا تمشي عند الإنسان تيطلب للبحر عافاك راني محتاج عافاك راني باغي، ولكن والله انهم ما تيطلبوا الله اللي خالق ذاك الانسان واللي رازق ذاك الانسان. ما نطلبوش الانسان، نطلب اللي خالق الانسان اللي عنده هو الحل، عنده الساروت باش انه يحل عليك، يحل لك خزائن ديال الدنيا. ومن باب النصيحه، اسمع، قال لك الا شت ان بحال نقولوا ذاك الانسان اللي عنده العكس ياك في الخدمه في امور ما ميسراش فوالا، قال لك كاين واحد الحاجه اللي تتفك هذه العقده، شكون اللي عارف شنو هي؟ ديجا قلتها ونتمنى تكونوا باقيين عاقلين عليها. واحد الحاجه تتفك هذه العقده ديال ان مثلا عندك الخدمه ما تتيسر ليكش ولا الرزق ولا الزواج ولا فوالا، واحد الحاجه تتفك هذه العقد هذو، عرفتي شنو هما؟ شكون اللي عارف؟ يلا عطوني نشوف واش باقيين عاقلين على الدرس. الحاجه اللي تتحل هاد العقد عرفت شنو هي؟ صله الرحم. صافي بقى تزول الرحم رغم انهم هضروا فيك زورهم، اداوك زورهم، نافقوك زورهم، غدروك زورهم، زور الرحم، زور اهلك، زور صحابك، زور جدك، زور عمتك، زورهم كاملين. والله انا تتفك العقد ديال داكشي اللي ما ميسر ليكش كما تنقولوا. واحد النصيحه اخرى، بزاف ديال الناس دايرين هاد الدنيا كانك ستعيش فيها ابدا. بالفعل تيقولنا الله عز وجل اعمل لدنيا، اعمل دير نوي كأنك تعيش فيها أبدا، ولكن اعمل لآخرتك كأنك ستموت غدا، ستموت غدا بحال غتموت غدا. يوم أنك يجيك الحزن والألم والصعوبات باش أنك تستمر في الحياة وحسيتي بأنك وقعتي في شي حفرة وما قدرتش تنوض منها، اسمع بروغرامي دماغك بأنك انت في هذه الحياة مجرد الامتحان. راك جالس حاليا، شتي انت شنو دابا؟ راك جالس في واحد الطاوله، والله راك جالس في طاوله وجالس في عندك واحد الورقه، واحد الورقه. تعلم، تخانيتي وصبرتي لك اجر، ماشي الا تخانيتي نطتي جاوبتي بالمثل ما عندكش اجر، صفر. الصبر، صبر، حاول انك تجمع بزاف ديال النقاط. بزاف ديال البنات مثلا تتحاولي تكوني زوينه بالسيف، الماكياج طوند الماكياج، الله جميل يحب الجمال ولكن لا يحب الفتنه، ولكن ماشي الفتنه. مزيان ان الواحد يكون جميل. بزاف ديال البنات ممكن انك تلبسوا داك اللباس يكون محتشم شي شويه ويكون يجيكم اروع. والله واحد الموقف كان طرادي مؤخرا، كنت غادي في فران، تلج، عرفتي شنو هو التلج؟ تلج تيطيح والبرود، انا لابس كاع الناس ماشي غير انا لابسين التريكويات والجواكت والتلج تيطيح، حتى تتمر واحد جوج بنات لابسين الصايات في التلج. دابا هاد بغيتي حجاجك زوينه ولا بغيتي تغري عباد الله؟ سؤال. ممكن انكم تلبسوا حاجه طويله وفي نفس الوقت تكونوا محترمين. كما قلت لكم احنا في واحد الامتحان، امتحان الا صبرتي راك غتاخذ الاجر.
بزاف ديال الناس نعرف، بزاف ديال الناس تتألموا المشاكل، ولكن شوف دائما هذاك الصبر تتاخذ عليه اجر. مثلا تعرضتي مثلا للمنافقين وصبرتي، منافقين وصبرتي، ربما هذا السبب يجعلك اهل تدخل الجنة، ربما سبب تيهضروا فيك الناس بالخيب، ربما ربي يجعل هذا سبب باش يشوفك في الجنة. كان ديجا واحد الصديق عادي ذكرتها البارح وتيعجبني انا نذكرها، صديق عزيز على قلبي. واحد النهار كنا انا وياه تنتمشاو، هادشي اللي تندير قلته غير البارح وعجبني وحاولت انني نشاركه معكم كذلك. هذا صديق عزيز على قلبي بزاف ومن اطيب خلق الله. هذا الصديق كنا غاديين انا وياه تنتمشاو شي شويه ويقول لي، كان ساكت شويه ويجي يقول لي، يا بدر انا ربي بغاني يشوفني في الجنه. قلت واش هبلتي ولا جبتي دابا الموضوع، واش حماقيتي، واش تفروحتي؟ لان كان جاتني خارج الموضوع، لان ما علمني درس، علمني درس. انا ماشي انسان اللي تدخل الهضره من الودن ويخرجها من اللمدان، انما هاد الحكم هما من اش تنتعلم. قال لي يا ربي باغيني يشوفني في الجنه. قلت واش هبلتي، واش تقول، واش تترون، ربما انني كنت نرون. ويقول لي، نقول لك علاش، لانني اعطاني الابتلاء ديال الفقر. ما فهمتش. قال لي ربي بغى يشوفني الجنه وعطاني الابتلاء ديال الفقر. هذا انسان فقير اللي تيقولها لي هاد الهضره. قلت لي علاش؟ قال لي لو انه رزقني وعطاني المال، عطاني المال وعطاني كاع داكشي اللي بغيت، كنت غنكون انسان طاغي وانا اعرف نفسي. قال لك وانا تنعرف نفسي، لو ان الله رزقني المال كنت غنكون مبدر حقار، زيد وزيد وزيد، كنت غنكون واحد الانسان اللي هو طاغي. وربي عطاني ابتلاء باش يشوفني في الجنه. ربما بعض المرات تيطرى لكم الاخوان شي حاجه في الحياه، شي حاجه في الحياه هي سبب، سبب باش انا ندخلك الجنه، ولكن نقولوا الحمد لله. كذلك تعلمت رغم كل شيء في السراء والضراء نقول الحمد لله، سراء وضراء قول الحمد لله. ديما تنعطي واحد العبره بواحد الحكمه اللي هي زوينه. انما النفس لاماره بالسوء الاخوان، راه واخا تعيم قال لك لا يملا فم بني ادم الا التراب. عمر بنادم غيقنع، عمر تعطيه الفيلا غيبغي هادي، غيبغي هادي، تعطيه البيكالا يولي باغي طوموبيل، مور طوموبيل غيبغي الفيراري، مور فيراري غيبغي، وغادي ما تيقنعش. لهذا مره مره خاصنا نضبطوا النفس، بلاص ما انني نشوف الفوق نشوف تحت مني، نقول الحمد لله فانا احسن من غيري، انا احسن بزاف. شتي انت في هذه اللحظه كاره الحياه ياك، ما حاملش وانا وانا وانا. والله غنسولك واحد السؤال، عندك يديك، عندك نيفك، عندك عينيك، عندك رجليك، جاوبني دابا انا تنهضر معاك. واحد دقيقه نقص الموسيقى. انت دابا اللي تسمعني، انت ولا انت اللي تسمعيني، غنسولك بالعقل واول مره هضر بعقلك، اول مره تغلب على نفسك، اول مره كون شجاع في حياتك وكون واحد الانسان اللي واعي تيهضر بالمنطق، غنسولك عندك عينيك؟ عندك؟ عندك يديك؟ عندك؟ عندك رجليك؟ عندك؟ عندك جميع الأشياء في صحتك؟ نعم الله كلها في صحتك كاينة؟ كاينة ياك؟ هكا جاوبتيني. تتشوف فوق، بغيتي طيارة، بغيتي 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 ياك؟ بغيتي. ما حدك انت تتشوف دوك الناس اللي الفوق دائما ما غتكونش راضي على راسك. ما حدك تتشوف الناس اللي فوق، انت عندك بيكالا وتتشوف بورش باناميرا، تتشوف تتشوف تتشوف، ديما تتحس بنفسك واحد الانسان اللي تيحقر نفسه وتيقول ديما انا ما عنديش، انا ما عنديش، انا ما انا وانا وانا، تدمر نفسه بنفسه. واخ نسولك، تخايل معايا، تخايل ان الله
الله يحفظك، أن الله عز وجل حيد لك نعمة البصر، ما تتشوفش، ما تتشوفش. عرفتي تبغي تخرج للزنقة كل شيء ظلام في الدار ظلام، عرفتي تخيل غمض عينيك ورد راسك بحالها باغي غير تمشي غير للطواليط باش تحس. باغي تخرج للزنقة تشوف الألوان، تشوف الجبال، تشوف البحور، تسافر. تخيل عندك ما عندكش عينيك وباغي تسافر لشي دولة كأنك ما سافرتيش. شوف اللي تحت منك باش تقدر النعمة اللي انت فيها باش تطلع لفوق. دائما شوف تحت منك، قول أنا الحمد لله حسن. فاش تقول أنا حسن بزاف رافع لي المعنويات، منين تقول أنا ناقص على بزاف تدمر نفسك. شوف لتحت تقول الحمد لله أنا حسن، شتي الفوق تقول أنا مدلول، أنا ماشي، أنا ضعيف، أنا ناقص. دائما قول فوالا الحمد لله. عندك يديك، عند تخيل إلا عرفتي واحد، عرفتي واش عارف شنو هو الإحساس ديال واحد مسكين مقطوعين ليه رجليه، عرفتي باغي غير ينوض غير يمشي للكوزينة يشرب باش خاصو، باغي ينوض يمشي غير للطواليط، عرفتي باغي يخرج غير يمشي للزنقة، عرفتي غير الدروج إلا سبحان الله تصادفوه غير الدروج في الطريق. بقيت تسنى ويرغب عافاكم شكون اللي عاوني وعاون، وهذا يقول لك بلاش. الحمد لله، قول الحمد لله. شوف تحت، شوف لتحت، شوف لتحت غتكون لي حسن. شتي الفوق الا بديتي تشوف الفوق، وهذاك حسن مني ونحقد عليهم، وهذاك عنده شوف ما رضاش ايش عنده الله يعطيه. وكمان كذلك تنقول اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا، ولكن انا الحمد لله قانع بنفسي، قانع بداك الشيء اللي عطاني الله، فانا احسن من بزاف، انا احسن من بزاف. نقول الحمد لله، الحمد لله، والله عمرك ما تخيب. اسمع نعطيكم واحد المثال، واحد الانسان خدام باغ اكزومبل ب 5000 درهم مثلا، انت خدام ب 5000 درهم وقال لك داك الشهر، داك الشهر الشهر خدمتي ب 4000 ديال 4000 درهم، وبديتي تقول علاش وعلاش وعلاش وعلاش، وانا داك المرض، وانا علاش هاد اللي نقصوا لي، وانا المرض، وانا بوالا وهذا ولا وما ينقص. شنو تيقول لك الله عز وجل؟ اسمع اسمع عبدي، 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 راح يعطيك جميع النعم في صحتك، عطيك كاع النعم وعطيك 4000 درهم. ديك الناس راه كاين اللي ما عطيه صحته واخا هكاك حمدني، كاين اللي ما عطيهش العينين وحمدني، كاين اللي ما عطيهش الرجلين وحمدني، كاين اللي عنده تنعطيه غير 1500 درهم وحمدني، كاين اللي تنعطيه 2500 درهم، كاين اللي عطيه غير صحته وحامد. وانت عاطيك جميع النعم في صحتك، واحد للمرة مرة بتليتك نقصت لك غير 1000 درهم، بديتي تقول علاش؟ يلا رجع، كنتي تتسال كنتي نقصت لك 1000 درهم غيزيد يطيحك لتحت. عرفتي علاش؟ لانك ما قلتيش الحمد لله. نسولك، نسولكم كاملين، بعض المرات تتكون جالس مع راسك ياك، تتكون جالس مع راسك وتتقول ما كرهتش كون رجعت كيما كنت. عرفتي شحال هادي كيما، شوف الا قلتي هاد الكلمه، شتي الا قلتي هاد الكلمه، هاد الكلمه ديال ما كرهتش كون رجعت كي كنت، علم ان ديك الفتره ما كنتيش تقول الحمد لله، كنتي بالعكس والله ربي كان عطيك نعم، حتى وليتي تطلب غير التعاد وغير ترجع كيف كنتي، ما بقيتيش تشوف الفوق، وليتي تقول ما كرهتش نرجع غير كيف كنت، ما كرهتش نرجع كيف كنت. علاش؟ فاش كنتي في ديك المرحله ما قلتيش الحمد لله. نكملوا القصه، وتخيل ان الله عز وجل عطاك داك الابتلاء ديال 1000 درهم وليتي تشد 4000 درهم، قلتي الحمد لله ماشي مشكل، 1000 درهم بحال لا ربي حيد عليها شي بلاء. شنو تقول الله عز وجل؟ عبدي اعطيته البلاء فحمدني، عمرك غتكون ارحم من الله عز وجل واحن من الله. ما حدك تقول الحمد لله تزيد يطلعك درجات، والله العلي العظيم ما حدك تقول الحمد لله تزيد يطلعك على درجات، ربما غيزيدك 2000 درهم، لانك حمدتي الله، انت ما تكونش كرم من الله عز وجل، والله ما عمرنا نكون كرم من الله. فشنو تيقول الله عز وجل؟ فاني اقرب اليكم من حبل الوريد،
أنا أقرب إليكم من حبر الوريد، السر اللي جمع بينك وبين أمك فربي أقرب لك منا. عمرنا غنكونوا أكرم من الله. أنت تتعطي، شوف رغيف فاش تعطي الصداقة، فاش تعطي الصداقة وتبدا تصدق. شنو قال لك واحد 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 الشيخ، سمعت واحد المحاضرة ديالو زوينة بزاف. واحد جا عنده واحد السيد كان كله ديون، وانا ما عارفش، وانا وغادي يمشي للحبس وغندخل للحبس، وانا ويليك حسي داك المبلغ ما يمكنش يجمعو، ما كاينش اللي غيسلفو، ما كاينش اللي غيعطيه. دازت فتره ما عطاش، ما قال لي التناصيحه ما عرفش. قال لك جاء عندي تقريبا بعد شي سنتين ولا شي حاجه، ويجي عندك قال لي ها كي داير واش عقلتي عليك؟ قال لي لا ما عقلتش عليك. قال لي انا اللي كنت، قال لي لا كي داير عقلت عليك. قال لي كيفاش درتي ويك ما دخلتي الحبس؟ قال لي لا ما دخلتش الحبس. قال لي خلصتي الديون؟ قال لي خلصتها كامله. قال لي كيفاش خلصتيها كامله وانت كان عندك داك الديون كامل؟ قال لي مشيت عند واحد السيد، شوف قال لي مشيت عند واحد السيد قلت ليه نفس المشكل اللي عاودت لك، فقال لي عليك بالصدقه. قال لي كيفاش؟ قال لي انا محتاج وعندي الكريديات ونتصدق. قال لي شوف مشيت تنعطي، انا عليا الكريديات، كان عليه الكريدي وتخيل الملايين، ونطي تصدق. الله شنو قال لي في ديك اللحظه؟ انت عندك البلاء ديال الكريدي ونطي زعما انت ارحم مني، وجزاه الله عز وجل. واش غنقول لكم؟ يا رب يا رب اي واحد يتفرج في هذا اللايف، اي واحد مهموم ولا اي واحد مهموم يا رب يفرجها عليه. كذلك تنتمنى من كاع الناس اللي تتفرجوا كل واحد يكتب ديوان مهمته. تنتمنى من اي واحد تتفرج يكتب شي ديوان مهمته من قلبه. نتمنى انت اللي تتفرج ما عرفتيش في هذه اللحظه يا صاحبي يكونوا عند ابواب ديال السماء محلوله، تيقول لك ان من داعي واستجيب له. عرفتي يكون في هذه اللحظه يا صاحبي الباب ديال في هذه اللحظه هذه، هل من داعي فاستجيب له. يا رب يا رب ارزق امهاتكم وامهاتنا الجنه، يا رب جنه الفردوس. الله يرزقنا جنه الفردوس مع الرسول عليه الصلاه والسلام. ويا رب للام ديالو مريضه يا رب تشافيها، ويا رب يا رب انا دائما تكون فخوره بك. انا نتمنى منكم ان امهاتكم دائما يكونوا فخورين بكم. ديما تنتمنى من الله ان يجعلكم نتوما ديما تكون دائما تجلس في شي مجمع دائما فخوره بولدها ولا ببنتها. انا بنتي فلانه، وانا بنتي، وانا بنتي، اكثر ما نتوما تفتخروا.